اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الاعزاء، مشاهدي قناه صلاح الدين الفضائيه. كل عام وانتم بخير، رمضان كريم عليكم، على الشعب العراقي وعلى العالم الاسلامي. مدينه صلاح الدين او محافظه صلاح الدين من المحافظات العراقيه العريقه، المحافظات اللي لها تاريخ كبير وتاريخ عظيم. وهناك مناطق معينه في محافظه صلاح الدين هم لها ميزه معينه، عباره عن عراق مصغر في احدى المناطق، وهي منطقه بعض يسميها الدوز، بعض يسميها طوز خرماتو، يعني ما راح احنا نعرف التسميات. اكو تركماني واكو كردي واكو عربي يعيش في هذه المدينه اللي سنين طويله عايشين هذه المكونات الثلاث في هذه المدينه، وما سمعنا هناك مشاكل او هناك تفرقه، يمكن حتى متناسبين بيناتهم. ولكن احنا في فتره معينه للاسف كان هناك مشاكل ما بين هذه المكونات، وتنافس بما بيناتهم على يمكن حتى على الوظائف وعلى المدراء عامين او مدراء في مناطق معينه او دوائر معينه، هاي للكرد، هاي حصه العرب، هاي حصه التركمان. ما كنا نشوف هذه الامور، ولكن مع الاسف هذه الفتره في هذه الحلقات اللي راح نقدمها لكم في خلال شهر رمضان، هناك منظمه اللي هي منظمه، طبعا منظمه النجده الشعبيه ومنظمه الهجره الدوليه، متعاونوا والتقوا بهذه المكونات الثلاثه، مثقفين، اكاديميين، رجال دين، التقوا بهم للوصول الى تعايش سلمي ابدي في هذه المدينه. تقريب وجهات النظر، المواقف، الافكار، واحنا بدورنا ايضا راح نساهم وياهم خلال هذه الحلقات خلال شهر رمضان باللقاء مع اللي شاركوا في هذه الدورات، وايضا هم المكونات الثلاثه الموجوده في هذه المدينه. حلقه اليوم مشاهدينا الاعزاء مع الاخوان المكون العربي الاستاذ عبد الرحمن هيلان، مسؤول المدارس الثانويه في الدوز، اهلا وسهلا استاذ. والست انصاف نايف، مشرفه تربويه، اهلا وسهلا ست انصاف. اهلا وسهلا استاذ، اهلا بك. مختصر عن هذه الاجتماعات او هذه اللقاءات اللي متوها مع المكونات الاخرى. اولا تحيه خاصه لجنابك ولقناتكم الموقره ولمشاهديكم الكرام، ويا رب ان شاء الله يكون رمضان خير وبركه علينا وعليكم ان شاء الله يا ربي وعلى جميع يعني الامه الاسلاميه وخاصه الشعب العراقي ان شاء الله. منظمه النجده الشعبيه هدفها هو يعني التعايش السلمي في القضاء، يعني ترك الخلافات وحل النزاعات الممكنه وزرع روح التسامح بين جميع المقومات، القوميات العربية والتركمانية والكردية. نعم. وإحنا هذا القضاء يعني هو منذ الأزل يعني يسكنون فيه هذه القوميات الثلاثة، الكردية والعربية والتركمانية، والحمد لله بيناتهم تعايش وأيضا بيناتنا تصاهر، فما يمكن هذه العلاقات يعني حتى إذا كان بعض الأمور، لكن ما ممكن أن تزيح هاي العلاقات، هاي العلاقات وطيدة يعني أخذناها عن الآباء والأجداد. نعم. فالحمد لله بجهود هذه المنظمة النجدة الشعبية. شو بدها تعيد لكم يعني تعيد شلون تقول تقوي ذكراتكم، بدها تعيد لكم ذكرات ناسين أنتم أنه عراقيين، هي بدها تعيد هذا الشيء؟ لو هذا الشيء عندنا في هو هذا يعني القضاء هو عراق، قضاء طوز هو عراق مصغر. بالضبط. يعني احنا لازم ما نحتاج احد يجي يعيد لنا هذه الافكار، قصدي يعني من هذا المنطق. احنا انتمائنا الاول والاخير بالضبط هو العراق يعني. اكيد. اي لكن يعني بعض هذه الاحداث يعني اللي صارت يعني خلقت نوع من المشاكل يعني، بس ما اثرت يعني على الناس المثقفين، الناس الواعين. يعني اكو دخلاء دخلوا اثروا، دخلاء بس يعني ما اثروا بجميع المجتمع، اثروا يعني بضعفاء النفوس. طيب. والحمد لله بدت هسه الناس شويه شويه تتغير يعني نحو الاحسن.
هاي بالنسبة فكرة الرجال، خلينا نشوف فكرة النساء سيد أنصار. سيدات نفس الأفكار. أهلا وسهلا أستاذ، كل عام وانت بخير. انت بخير. رمضان كريم على الأمة الإسلامية صورة عامة والشعب العراقي بصورة خاصة، وأهني المرأة العراقية بمناسبة عيدها الأغار. نعم. الحمد لله. مثل ما ذكر زميلي أستاذ عبد الرحمن أنه قضاء طوز قضاء عراق مصغر، يمتلك من القوميات ثلاثة ويمتلك من الطوائف. الحمد لله بالرغم من الظروف اللي حثت واللي صارت، يعني ما حاولت ضعضع الوضع أو تغير نفوس الناس الأصلاء. طيب. فصلة الرحم متواجدة، الاحترام متواجد ومتبادل بين كل الطوائف وبين كل القوميات. وأيضا مثل ما ذكر أستاذ عبد الرحمن يعني صار بيناتنا مصاهرة والنسب، فما معقول أنه بعد هذه الأشياء كلها أنه إنسان مثل ما نقول يضعف أو يتأثر بالأجندة الخارجية اللي دخلت، الأجندة الخارجية اللي دخلت، أو يتأثر بكلام سين من الناس أو ناس معينة. فالحمد لله والشكر. السيدة في دوز توصل السيدات المثقفات. نعم. حتى غير المثقفات أكو تقارب، أكو حب بيناتكم، يمكن ما صار هذا نفس اللي شفناه. أكيد أكيد أكو تقارب وأكو حب وأكو احترام وتبادل، على اعتبار أنا مشرفة تربوية. شفتي. عندي مدارس من القومية العربية، عندي مدارس من القومية التركمانية قصدي ملاك وإدارة. نعم. عندي. نعم. مدارس من القومية الكردية. نعم. الحمد لله، يعني أنا من أدخل للمدرسة أنا أحس بها أنها من قوميتي هي عراقية الأصل. أنت كم سنة صار لك بالتعليم؟ أنا 93 تعينت. يعني قبل السقوط. كمعلمة. نعم. 14 سنة إدارة مديرة مدرسة. قبلها كانت مدارس عربي كردي وتركماني؟ أستاذ هي ماكو مدارس عرب، كلها دراسة عربية. بس أكو قسم للمدارس مشمولة بالدراسة الكردية والدراسة التركمانية. قبلهم نفس الشيء. إيه قبل يعني من 2003. يعني فيها دروس كردية وتركمانية. إيه أكو فيها دراسة كردية وكديها دراسة عربية. نعم. يعني شمول. نعم. مو مدرسة إنه هاي كلها دراسة كردية أو كلها دراسة عربية، لا دراسة عربية أيضا بيها يبدأون من الصف الأول يفتحون دراسة تركمانية ويبدأون من الصف الأول يفتحون دراسة كردية، فتمشي إلى حد. نعم. الامتحانات. نعم. الوزارية. نعم. مثل ما ذكرت لك أستاذ أنا كمشرفة تربوية أدخل للمدارس. نعم. أعامل بما يرضى الله. أي. وأخلي مثل ما يقولون مقتضيات مصلحة عامة. أنا ما أحاسب فلان مديرة إنه كردية أو ما أتعامل وياها إنها كردية مو من طائف. ولا صار في فترة معينة هذا التعامل بس مو من حضرتك قصدي من غيرك. لا ما صار من غيرك. هم ما صار. لا ما صار. جيد جدا الحمد لله، عندنا مشرفين مثقفين واعين. وعندنا ايضا مدراء الاقسام. يعني خلال هاي الحقبه اللي تزامنت كمدير قسم تبدل. نعم. يعني الحمد لله كلهم يعني ما حسينا منهم انه اكو تفرقه بين المدارس او بين المدراء او بين الطوائف. نعم. نرجع استاذ عبد الرحمن خلال هاي الدوره وهذا الورشه اللي هي صارت. نعم. المساهمه في الحلول الدائمه من خلال العوده المستدامه واعاده الاندماج في العراق. هاي هي جلسة وساطة بين مكونات قضاء أدوس. من دقرة هذا العنوان كأنما إحنا ابتعدنا عن الاندماج أو التعايش السلمي. أكو ناس دا تشوف في الدوز هذا الابتعاد. أكو هيك شيء سادة العزيز؟ هذا الأمر يعني تقريبا إجا يعني من دخول داعش للمنطقة، من احتلال داعش للمنطقة. يعني بعد التحرير طبعا جهود القوات الأمنية بكل أصنافها يعني. الدوز سقطت كامل؟ الدوز كمركز قضاء ما سقط. بس الأطراف. الأطراف كلها سقطت. نعم. طبعاً بعد التحرير بالكامل تعرف يعني أكو يعني شلون نقول هو داعش، يعني بعض الجهات تقول إنه هذا هو داعش هو سني. هذا فكر. هذا يحمل كل شخص. نعم. ميميل يعني مثلاً سني أو شيعي أو كردي أو عربي. نعم. أو عربي أو كردي. نعم. لا ميميل. هذا فكر متطرف. فمن دخل طبعا ما وجدنا يعني انسان مثقف صاحب علم يعني دخل فيه هيك افكار متطرفه. لان هذا انا احنا نعتبره يعني هذا فكر جاهل. نعم. لان دخل علينا باشياء غريبه. شنو منظمه دورها في اعاده العوده المستدامه واندماج مع العراق؟
شنو قصدهم يعني بهذه الفكرة من خلال وجودك بالورشة؟ شنو الشرح اللي وصلوا لكم إياه حول هذا الموضوع؟ احنا هاي المقومات عفوا هاي المكونات الثلاثة اللي موجودة يعني شلون نريد نزيد التعايش بيناتنا، نزيد الاندماج، ما نريد التفرقة، لان احنا قوتنا بوحدتنا. طيب اكيد وبتكاتفنا اكيد. يعني من ميز من ميز مثلا هذا عربي او هذا تركماني هذا كردي؟ الكل انا اعتبره بنظري كابن قضاء طوز، اعتبر طوز يعني اسم لرجل وعنده ثلاث اولاد، واحد عربي واحد تركماني واحد كردي. جميل. الاب ما يميز بين اولاده، ما يميز، الكل أكيد. نفس المعزه ونفس الغلاء ونفس وصلت في مرحله تحديدا لما يعني بعد 2003 وبعدين صارت الطائفية وصارت وصلتوا إلى مرحلة أو حسيتوا أنه بعد ما تقدروا تعايشوا مع بعض هاي في وقت معين؟ في وقت معين يعني عد الناس الطيبين لا أبد أبد ما أبد ما يقدرون يدخلوها دماغهم أصلا. نعم جميل. يعني أنا ما أقدر، لأن أنا جاري تركماني وجاري كردي ولربما مو بس من قوميته حتى من غير عشيرة. نعم. أنا إذا أخويا مثلا ساكن في محافظة أخرى أو في مدينة أخرى، يعني إذا صار علي شيء أنا راح جيراني وقفولي قبل ما يوصلني أخويا. أكيد أكيد. فما أكيد. من الممكن ما أقدر أتخلى لا عن القومية. هاي الفكرة كمثقف كعارف بس صارت هاي الأمور عند الناس بعض الناس. إحنا نحاول. وصلنا إلى مرحلة. نحاول هاي الفكرة اللي وصلت الناس نحاول نعالجها. نعالجها وهذا قصدي. إيه تمام. وهذا سبب مثل ما قال ست أنصاف أجندات خارجية دخلت وغيرت عقول وكذا. ست أنصاف أنت عندك تجربة صعبة، يعني أنا عرفت إنه أنت زوج حضرتك تعرض إلى الاختطاف من قبل. تسع سنوات؟ نعم من 2015. من 2015. 10 سنوات. نعم. ودفعتي مبلغ كبير. نعم. 100,000 دولار. نعم. شان يشتغل؟ زوجي عسكري متقاعد. متقاعد. ايه. نعم. يعني هو متقاعد وخطف. هو متقاعد وانخطف. ايه. هاي بالطائفية لو سبب داعش؟ والله أستاذ ما تنعرف. يعني بال 15 يعني الطائفية كانت ما واصلة يعني تقريبا انتهت. ايه انتهت. احنا ب 2015 يعني لحد الآن السبب ما نعرف شنو. ايه. ما نعرف طيب يعني وين. اتصلوا بكم ما قالوا لكم؟ والله أستاذ اللي اتصلوا بنا وما يعني ورا ما خطفوا بثلاث أيام يعني انتظرنا يعني ما فورا اليوم الثالث اتصلوا بنا قالوا أنت فلانة. قلت لهم نعم زوجك موجود يمنا. واحنا طالبين 15 دفتر. يابا منين 15 دفتر؟ انتوا تعرفون وضع وتعرفون. قال والله هذا تريدين زوجك دبري. فتعرف 15 حيل كثيره. فتفاوضنا وياهم منا بس هو يعني زوجك كان يحكي وياي. يحكي على التليفون. قال لي ام اثير دبري الامور بيع اللي عندك والما عندك. المهم دبرنا ودينا. انطيناهم وبعد ما شفنا صار 9 سنوات. صار 9 سنوات ماكو اي خط اي خبر ماكو من عنده نهائيا. وهذا الالم الكبير اللي صار عندك خلال 9 سنوات وخطف زوجك. نعم اكيد يعني شال في قلبك يعني فد نوع من نقدر نقول سواد او في الحياه. استاذ هو الم كبير كلش. نعم اكيد يعني وحده ورا ما تفقد زوجها وعندها 5 اطفال ويعني بهاي الفتره بهاي العمر يعني تصيري مسؤوله عن انت تصيري مسؤوله بالبيت ام واب. نعم. يعني كلش صعبه. نعم ايه بس يعني انا ما اقدر يعني ما اعرف الجهه اللي موديته فما اقدر احقد. احتمال اقول فلان ودا ومو ما يطلع هو. شكيت باحد؟ ما شكيت بكل احد. زين احد ساعدك؟ يعني من يا ناحية؟ يعني أحد ساعدنيش مسؤولين؟ لا ما حد ساعدني. ما حد ساعدني. أبد ما حد ساعدني. التجأتي إلى؟ التجأت. دوائر. التجأت نعم التجأت إلى مسؤولين التجأت إلى. محافظ. رؤساء أحزاب يعني ما حد ساعد. جهات أمنية محافظ. رحت عليهم ما حد ساعد. 9 سنوات. نعم. مسؤولين محافظة صلاح الدين. إيه أستاذ يعني حتى يعني الحكومة حتى ما كلفت نفسها إنه تسأل يعني تعالج ملف المخطوفين
ملف المفقودين، يعني ما شفنا أي التماس عن الحكومة تدور عليهم أو شو اسمه. إحنا منظمات إجونا، قدمي طلب، قدمي اعتراض، جيبي صورة إلى جيبي فتشي. أنت أكيد قدمتي للاسمه مركز شرطة. إيه طبعا نعم نعم إيه مركز شرطة قدمت أوراق تحقيقية، وبعد 4 سنوات يعني. شو رتبة الجيش؟ نائب ضابط. يعني مو لا لا مو مواطن عسكري، مو عسكري حتى نقول مثلا. وهو متعايش يعني، اصدقاء كلهم شيعة وتركمان وكراد وعرب، يعني انسان ما عليه اي شائبة. طيب ايه، فاحنا العجب يعني وين راح، منو الاخذه معقوله يعني. ورا ايش قد انقطع الكلام وياك؟ وهو لحد ما استلموا الفلوس. ايش قد فترة؟ هم استلموا الفلوس بنفس اليوم يعني، من انا رحت اسلم قالوا مأثير، لان هم قالوا لي جيبي المبلغ بعدين احنا راح نعوفة. فقلت جيبوه خلي اسمعه. قالوا لا هو هسه مكان بعيد ما نقدر. قلت له شلون يعني انا؟ قال يعني انت قاعد عندينا. انت ما دخلتي اشخاص اخرين لو بس وياك الحكي كان؟ اشخاص منو يعني؟ اهلك اخوتك؟ هي اكيد استاذ اهلي واخوتي، مثل ما نقول احنا الامور يعني انت قاعد تتعامل ويا انسان ما تعرفه. هسه الكاميرا قدامك، وجهي رساله إلى المسؤولين في محافظة صلاح الدين. والله المسؤولين يعني أكيد هم لو يعرفون ما يقصرون، بس يعني كحكومة يعني ما تسأل عن المفقودين، ما تسأل عن اللي صار بقضاء الطوز. يعني هم أستاذ فترة من الفترات هم أستاذ عبد الرحمن يعرف صار انفجار، فطلعوا بالليل يعني ما نعرفوا منو ما منو. يعني جمعوا مجموعة ودوا تقريبا 500-700 شخص. جمعوا؟ إيه ودوهم، فقسم طلعوا وقسم ما طلعوا لحد الآن. لحد الآن ما يعني أكو بيت أعرف بيه ثلاثة، الأب والولد اثنين، من بيت أربعة يعني. سيد عبد الرحمن قبل أروح فاصل، هيك ظروف ما تموت القلب أو تسوي العداء، تسوي خلافات ما بين المكونات ما بين الطوائف؟ إذا كان يعني هذا التصرف من جهة معينة تقدر توصل، بس اذا كان المقابل ما تعرفه انت منو. يعني احنا في هاي الفتره اللي دا تحشى عنها ست انصاف، يعني هاي الفتره ما نعرف من اللي صاحب القرار بالقضاء. نعم. صارت هوس القضاء، ما تعرف منو المسؤول منو. احنا قضاء الطوز حقيقه نعاني من كثير امور. يعني احنا يعني حتى الخدمات راح نتحدث عنها بالمقابل ان شاء الله، يعني حتى بعد المسافه بيننا وبين صلاح الدين نريد التفاته. يعني خاصة تقصد هل خروجكم إلى كركوك وانتماكم إلى كركوك أحسن من صلاح الدين؟ لا إحنا ما نقول أحسن، لا قصدي يعني جغرافياً. أستاذ العزيز يعني هسا إحنا نحكي واقع الحال. يعني هسا إحنا عندنا مستشفى الطوز مستشفى عام. يعني أبسط حالة مع العلم إحنا تابعين صلاح الدين، ما يحولوا صلاح الدين، يحولوا الكركوك. أحسنك سؤال قبل الفاصل ونشرحه بعدين. زيارات المدراء العامين الموجودين في المحافظة ومسؤولين المحافظة ايش قد بالسنة يزوروكم؟ يعني اذا يمكن ماكو زيارات، لا معدودة يعني، جدا معدودة يعني بالعكس لازم المدراء العامين والمحافظ اكيد يعني أكيد. يزور يعني احنا نعتبر محافظ صلاح الدين يعني اب للكل. يعني احنا قضاء طوز سنة من حال سنة ما اعرف يمكن مرة او مرتين يلا زار يعني بهالحدود. يعني احنا قضاء طوز حالنا من حال قضاء سامراء او البيجي أكيد او بلد او الاسحاقي او العلم، يطلع على الخدمات يجي يشوف شكو ماكو. خلينا نروح فاصل نرجع نكمل وياكم ان شاء الله مشاهدينا الاعزاء، فاصل قصير نرجع نكمل حديثنا مع ضيوف حلقة هذا اليوم، انتظرونا. مشاهدينا الاعزاء نعود وياكم ونكمل حديثنا في حلقه اليوم، ومثل ما قلنا لكم احنا حلقات شهر رمضان راح تكون مع ضيوف من مدينه دوس الطوز. ما حشينا على هذا الموضوع يعني شو يسموه طوز خرماتو، يعني قسم من الاشخاص يسموها دوز الدوز، وقسم الطوز وقسم طوز خرماتو. طوز خرماتو الكردي، طوز خرماتو والطوز التركمان، والدوز العرب. نعم. ضيوفنا راح يكونون خلال شهر رمضان، حلقات شهر رمضان، من العرب والكرد والتركمان، وحلقة اليوم اللي هي ضيوفنا الأستاذ عبد الرحمن هيلان مسؤول دراسات ثانوية في الدوز، والست أنصاف نايف مشرفة تربوية، ومن كون العربي، وكلنا أخوان ماكو فرق بين كون العربي والتركماني.
قبل الفاصل تحدثنا عن واقع الخدمات في الدوز واهتمام المحافظة اللي هي متابعين محافظة صلاح الدين، وهذا مهم جدا أن يتابع أن يكون متابع من قبل المحافظ والمسؤولين في محافظة صلاح الدين. الخدمات يمكن ضعف الخدمات ست أنصاف في الدوز، يعني أنا طريق هو هذا بغداد والعالم كله يشوفه، صار له 20 سنة الحوادث اللي صارت بهذا الشارع حدث ولا حرج. نعم. والحد الآن أستاذ الطريق الرابط بين طوز خرماتة وصلاح الدين لحد الآن يعني ما عادوا تأهيله، تعبان جدا، تعبان كلش، يعني فترة من الفترات يعني بالبداية ولو هي بداية هي من هاي المرور يدخل عليها مو هذا يروح المحافظة الطريق اي نعم يعني بالبداية كنا يمكن أتصور أستاذ عبد الرحمن يعرفها مينة كنا على طريق طريق ترابي، لا بالبداية كان ترابي؟ نعم طريق ترابي من القرى يعني تقريبا قضاء مهم من أقضية صلاح الدين بينه وبين المركز صلاح الدين لازم يكون من أرقى الشوارع. نعم تقريبا كانت الوقت ساعتين 3 ساعات يلا نوصل تكريت، يلا نوصل تكريت على طريق الترابي. اي فترة من الفترات النوم رجعنا على كركوك، يعني إذا احنا نريد نروح التكريت من قضاء الطوز إلى كركوك إلى صلاح الدين وصل كركوك صحيح ايه؟ ساعتين هاي 3 ساعات 3 ساعات هسه الطريق ولو مفتوح بس هم تعبان تعبان، يعني سايد واحد وطريق ترابي وخطر. أكثر وخطر كلش خطر أي وطريق كركوك يعني بعد أخطر. طيب مراجعاتكم أنتم كمسؤولين كمشرفين مراجعتكم للدوائر للمديريات العامة شلون تكون؟ يعني هذا هم مهم جدا ساد، يعني انت مسؤول ثانويات اكيد عندك كل فتره وفتره تراجع مديريه التربيه في محافظه صلاح الدين يمكن بالاسبوع مره. استاذ العزيز احنا يعني اذا بدنا نحكي على قضاء الطوز قضاء الطوز هو قضاء مهم جدا بكيد. لان هو رابط بين شمال العراق وبين جنوب العراق اكيد، يعني مو قضاء مثلا متنحي جانبا يعني المفروض حتى الخدمات اللي تكون به تكون خدمات من ارقى الخدمات من ارقى الخدمات. ليش؟ وبناء وفنادق اكيد ومطاعم راقيه لازم تكون عندك في داخل هذه المنطقه وشوارع عريضه حد يعني هذا الشارع اللي مال داخل مدينه الدوز نعم هاي صار لهم 15 سنه 20 سنه يشتغلون به نفس هذا السايدين الرئيس. صح. احنا نتمنى يعني من المحافظ او القائم مقام يعني مثلا داخل الطوز من الجسر للجسر تقريبا 3 كيلوات او 4 يعني انا مكان ما اعطي الشركه معينه وهاي الشركه تتاخر بي لمده شهرين او 3 اشهر خلي اعطي مناصفه شنو اعطي شركتين 6 اشهر سنه خلي اعطي مثلا اكثر من شركه حتى في سبيل انجز العمل بسرعه لان احنا قضاء يعني محتاجينه. طيب ايش قد قرب كركوك قلنا على الدوز ساعه اقل من ساعه اقل من ساعه 60 كيلو يعني خليه يروح يشوف الطرق اللي صارت بكركوك. والله ألف تحية حقيقة أبو الدوز حقيقة بدون مجاملة ألف تحية يعني المحافظين كركوك لأن كركوك اشتغلوا بها شغل حقيقة يعني الإنسان شوارع ينحني أمامه عريضة حتى هسه الطريق اللي ما بين الدوز وبين كركوك صار حلو سايدين وطبعاً وعليه متابعة عليه متابعة جيد جداً يعني وحتى يعني إحنا نحكي الواقع الحال يعني حدود التابعة للطوز يعني الشارع الرئيسي مال بغداد جيد جداً بس إحنا وين بدنا نحكي على داخل الطوز داخل إيه؟ داخل الطوز. يعني إحنا خارج من تيمة عنده بس الداخل منطقة يعني كلش تعبانة هسه النوب شالوا هذا الجسر مو شالوا الجسر هسه ده يصير بالخدمي والخدمي وعندنا أيضاً مسألة نعاني من عندها يعني بس يرد الجسر راح تأخذها شهرين ثلاث مسألة نعاني من عندها عندنا يعني هذا من يجي مي يصير الأمطار ويجينا يسموه وادي الشاي من يجي هذا يقطع طريق الحولي اللي هو مال سيارات التريلات وغيرها ايه؟ فراح تدخل السيارات الكبيرة كلها بداخل الطوز فيصير ازدحام يعني أنا أحكي لك عن نفسي يعني قبل إيش كم يوم مطرت الدنيا بداخل الطوز يعني ساعة كاملة مقابل الكلية الحي العصرية ساعة الله كاملة الله يعني المي عندنا ينزل من الجبل على منطقة حي جميلة وحي جمهورية وبعدين يجي يطلع للمشروع يعني لا المجاري تكفيه ولا ماخذين احتياطاتهم المي يعني تقريبا أكثر من نص متر بالشارع والسيارات كلها الحمل وغير الحمل والخصوصي كله يمر بهذا الطريق يعني حقيقة دنعاني حيل جدا دنعاني نتمنى المسؤولين يسمعون أصواتنا إن شاء الله يسمعون أي والله راح نوجه رسالة أخرى أيضا من خلالكم لمسؤولي المحافظة وأنه ينتبهون إلى قضاء الدوز والخدمات وتحسين الخدمات في القضاء كل الخدمات الصحية شوارع
المدارس كلها راح اتحدث عنها. المدارس ست انصاف انت مشرفه المدارس في الدوز، حتى الطينيه لحد الان موجوده مو موجوده طينيه بالقرى؟ اي بالقرى موجوده طينيه. ايش قد تقريبا؟ قليله يعني. يعني معقوله موجودة. احنا بلد لحد الان يعني باقي موجوده بلد باقي. معقوله احنا بلد اكو يعني مدارس عندنا كرفانات؟ الله ايه كرفانات. معقوله احنا بلد يمكن خامس بلد منتج النفط بالعالم ووارد الشهري 8 مليار ما اعرف ايش قد دولار وبسنه 24 ولحد الان عندنا الطين؟ والله استاذ موجود طين، موجوده كرفانات زخم بعداد التلاميذ. يعني انا بالنسبه لي كنت كمديره مدرسه يعني الصف الواحد كان عندي 50-60 تلميذه. انا الان ايش قد؟ نفس الحاله. نفس الحاله الان؟ نفس الحاله. يعني بعد انا ما طلعت من الاداره صرت هسه انت مشرفه الحين للمدرسه تلقين 40-50 طالب؟ موجود اوف 50 واكو واحد من الصف. يعني انا بمدرستي اللي كنت بها مديره وهسه المديره الجديده موجوده يعني كثير تعاني. صف واحد عندها شعبه واحده 56 تلميذه. زين شلون خليتهم؟ ايش تسوي؟ بالقاع؟ لا 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 ثلاثه قاعدين. احنا وصلنا مرحله انه الطالب يقعد وحده ورحله وحده. شنو ثلاثه هسه؟ استاذ مو النزوح ما وزياده اعداد التلميذات استاذ ما يخالف. نعم ما احنا مو بلد فقير. ايه نعم اكيد. بس هاي الزخم يعني موجود من زمان. يعني هاي المليارات اللي اذا نسمع عليها دا تروح هباء مهدورا في عدد الفلان. نعم. وعلان مع الاسف. ليش انت عوفي هذا المشروع الصيني لبناء الف مدرسه؟ ما تعرف وين راح هم فلوسه ما ادري وين صارت عندنا في ما كنتوا مشمولين قضاء دوز كم مدرسه؟ احنا في قضاء طوز يعني عندنا بهذا المشروع الصيني عده مدارس اجوا سووا الاساس مالتها وتركوها لحد الان باقي على الاساس. نعم. ما نعرف وين مصيرها يعني. ثمان مدارس سووا اساس للمشروع الصيني مال الف مدرسه بس اساس وراح اساس وما نعرف مصيرها يعني. يعني جهزتوا القيعان وكملتوا كل شيء؟ اكيد هم يعني عندهم شرط يعني قبل كل شيء اذا مال الارض يكون السند مالتها باسم وزاره التربيه ما يشتغلوا. كملتوا هذا موجود حسب حسب الاصول يعني. جميل زين من تجي الشركه المن سندوا هذا المشروع اسم المدارس شركه معينه له هيك من برا ما اعرف يعني تفاصيل دقيقه جدا ما اعرف. هاي تربيه محافظه صلاح الدين اكيد اكيد هي المفروض تكون يعني من هو مسؤول عن هذا المشروع استاذ العزيز. يعني اليوم من يجي فد شركه معينه للمحافظه اكيد اول ما يلتقي بمدير عام تربيه صلاح الدين اكيد واكيد يلتقي بالمدراء الاخر اكيد يلتقي بالقائم مقام. بس من يدخل هيك مشروع ويتركه يعني يشتغل 5% او 10% ويتركه المفروض تكون متابعه من قبل المسؤولين. طيب طبعا احنا القضاء يعني القضاء الوحيد اذا برلمانيين عندنا برلمانيين اثنين مجلس محافظه منو طلع وعندنا مجلس محافظه ثلاثه يعني اذا كان يمكن سجل بياتي لا مو سجل بياتي عاطف حجي عاطف النجار ودكتور ياسين داودي والمهندسه امل مرعي ثلاثه من الدوز وكل واحد من قوميه وموجودين بالدوز لو هناك يداوموا بصلاح الدين لا اكيد هم يداوموا هناك بالمحافظه وايضا عندنا برلمانيين اثنين المفروض تكون نظره خاصه للقضاء طبعا. يعني انتوا تعرف ثلاثه يعني مؤثرين بالمجلس يعني أكيد. ممكن تكسرون قرار يكسرون قرار في المجلس دولة الثلاثة احنا ان شاء الله ويأترون. يعني هم صار لهم فترة وجيزة يعني بدأوا دوامهم ان شاء الله. وبالمناسبة الان مجلس محافظ صلاح الدين معطل يعني محافظ ماكو لحد الان ما انتخب والمجلس لحد الان بدون قرارات والاقتصاد كله واقف والفلوس ماكو صرف والمشاريع كلها واقفة. هاي هم رسالة للمحافظة زين ما اعرف يعني نتمنى يعني يشكل المجلس ويختارون المحافظ نتمنى. ليش؟ لان الناس بحاجه للخدمات. نعم. واحنا يعني املنا ان شاء الله كبير حسب ما وعدونا يعني اذا كان حاج عاطف او كان دكتور استاذ ياسين او كانت المهندس امل مرعي وعدونا يعني ثلاثتهم ان شاء الله راح يكونون ايد واحده وراح يقدمون خدمات للقضاء بدون تمييز. جميل جدا. يعني هذا الكلام من عندهم يأثرون لازم على مدراء العامين ويجيبوهم تعال اقعد هنا هذا شوف مشاريع شوف المدينة ويأخذون أيضا يعني حصة الطوز الحقيقية يعني حقيقية مثلا إيش قد نحتاج إحنا مثلا يعني هذا هسه العقود مال التربية اللي تطلع إيش قد إحنا مثلا حصة القضاء لازم يأخذونها بالكامل. ليش حتى في يسدون الشاغر؟ أكيد أكيد. ست قلتي لي هاي المدارس الطينية
و36 طالب. معاناة أيضا المعلمين. والله أستاذ هو قلة الكادر. أكيد أكيد أستاذ، ما مو قلة كادر، موجود كادر، الكادر موجود. طيب بس يعاني الزخم اللي بداخل الشعبة. أكيد إذا معلمة عندها 20 تلميذ يختلف عن 40. شلون توصل المادة؟ سرعة توصيل المادة، التركيز أكثر على الطلاب، أكيد. الاهتمام أكثر بالطلاب. يعني هو مثل أكثرها سعدنا مدارس ثلاثية. عندنا يعني 3 ساعات. ساعتين ونص. عندنا واحدة من المدارس أنا كمدير صيد العراق. دوام ثلاثي. ساعتين ونص يداوم. ساعتين ونص يداوم. كنا 6 ساعات ومن كيف؟ أستاذ واحدة من المدارس اسمها جنيد المختلطة. إحنا كنا يعني من كنت أنا مديرة، من كنت مديرة صيد العراق بنين وبنات. فالمدرسة الثالثة اسمها جنيد المختلطة، كانت مدرسة بنين وبنات مختلطة. إيه فهدموا المدرسة، قالوا راح نبني مدرسة 18 صف أتذكر. هدموا المدرسة، جابوا تلاميذها يمنا وجابوا الملاك يمنا، فصار عندنا دوام ثلاثي. والمدرسة لحد والحد الآن ما مبنية. الله. بنوا الأساس ما كملوها، فهذا سبب مثل ما نقول ارباك. كم مدرسه الان استاذ عبد الرحمن، كم مدرسه الان في صلاح الدين تفلشت وما مبنيه؟ احنا يعني نحكي داخل القضاء والاطراف. داخل القضاء مالتك القضاء والاطراف. القضاء والاطراف كلها. يعني احنا عندنا مدارس عديده، بس شنو يعني حاولوا يرمموها، يعني اذا كان بها يعني تفليش بسيط حاولوا يرمموها للمنطقه اللي عادت اهلها للمنطقه، فتحوا المدارس. يعني فتحوا عندنا مدارس في اقصى يعني اطراف الطوز اللي هي قريه سرحه او قريه ثعالب. يعني فتحوا هاي رمموها. رمموها بس فتحوا مدارس. بس هذه رمموها وفتحوها تصل الى المرتقى اللي احنا نريده استاذ العزيز؟ يعني بهاي القريه النائيه يعني لا، المدرسه لحد الان متفلشه. متفلشه سووا يعني اجروا بيت اخذوا يمكن ايجار او متبرع من قبل الاهالي. واحد سوى للطلاب وواحد سوى للكادر الاداري والتدريسي. يعني والله استاذ يعني وطبعا هاي المدرسه يعني استاذ عمرها يعني يمكن يجوز فد 30-35 سنه. شو مدرسه ما بها مبرده وبنكه بالصيف والطلاب يقعدون بالحرم؟ والله استاذ مبرده وبنكه هي متوفره. زين يعني اكو بالصف مبرده بس كهرباء ماكو. الله. مولد ماكو. الله. اي فاكيد على شنو المبرده العام؟ اي موجوده. بالشتاء بالشتاء يحطوا لهم صوبات؟ بالشتاء يعني لو يجي لابس قبوط وقمصه له؟ لا هي احنا بالشتاء ما نحتاج صوبات. ليش؟ لان هم عدده هواي. اعداد الطلاب والصفوف يعني هو ما يحتاج صوبه. الله ما يحتاج صوبة. يعني أنا عندي ابني. يعني أنتم مفرين في هذا الحالة. أكيد أكيد. أيه؟ هو يتوفر. أيه؟ عندي ابني يعني بأحد الثانويات بالعصرية. نعم. هاي عصرية يعني. عصرية. أيه؟ هاي منطقة العصرية يسموها. أيه؟ زين. يعني تقريبا هم 65 طالب صف واحد. 65 صف واحد. 65 صف واحد. ثانوية. ثانوية. الله أكبر. إيه ف. ويريد معدل، أنت تريد منه معدل. طبعاً. لازم يطلع درجة. طبعاً. أيه؟ طبعاً أريد معدل. أبوه مشرف. ويعني يقول مثلا مرات بعض الكلمات من المدرس ما نسمعها. اي من الهوسه. من الهوسه. المدرس تعرف انت وقت الدرس 40 او 45 دقيقه. أيه. يعني ما يعرف. زين الصف ايش قد العرض ماله؟ والله خل شوفونا ايش قد العرض الصف يعني حتى قاعد بيه 65 طالب. يعني 4 ب7 يعني 4 ب6 4 ب7 يعني اي اخذ بيه ممرات 3-2 ومساحة للأستاذ، منصة للأستاذ، يعني وين قاعد 60 طالب؟ والله أستاذ العزيز نحتاج إلى إعادة نظر. هاي حصرتك توجع القلب. خلينا نروح فاصل. مشاهدينا الأعزاء فاصل قصير ورجع نكمل حديثنا ويا ضيوف. خليكم ويانا. مشاهدي الاعزاء نعود وياكم نكمل الجزء الاخير من حلقه اليوم، حوار مفتوح في رمضان، وحديثنا مع منطقه الدوز او قضاء الدوز في محافظه صلاح الدين، واحنا ضيوف عندهم وهم هم اهلنا، فما فرق اذا احنا هم يمنا مكان واحد، ونتحدث عن قضاء الدوز بمكوناته
وهناك منظمات تسعى لشو نقول يعني جمع الناس تعايشهم السلمي شوية تريح قلوبهم الألم اللي صار بيهم من بعض المواقف اللي صارت خلال فترات معينة. نرجع نكمل ويا الأستاذ عبد الرحمن هيلان مسؤول المدارس الثانوية وست أنصاف نايف حسين مشرفة تربوية. وإحنا شوية ولو مررنا بالأوجاع عليك اليوم بس الحمد لله إن شاء الله رب العالمين بوجود أولاد إن شاء الله خير. أكو رسائل مهمة بعد أن عجز نقدر نقول المسؤولين أو المشرفين في قضاء الدوز بإيصال رسائلهم إلى مسؤولين محافظة وعدم تطبيق أو عدم وجود شلون نقول يعني من 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 يمثلهم أو من لا من يطبق أو ينجز هذه الطلبات. أستاذ هلال عند عبد الرحمن هلال عنده رسالة أعلى. هاي كامرتك أستاذ عبد الرحمن هنا إذا باوع وجه ما يعجبك. طبعا رسالتي إن شاء الله هي مو شكل بشكل شخصي طبعا للقضاء. رسالتي موجهة يعني لجناب وزير التربية ووزير التعليم أصعد شوية بعد ولدولة رئيس الوزراء. أي. أنا يعني كمعلم أو كتربوي أو كتعليمي الرسالة مالتي أريد أوجهها يا أستاذنا الكريم أنه المعلم هو أساس المجتمع. أكيد أكيد. المهندس أو الطبيب أو القائد العسكري طلع من جوا إيد المعلم طلع من جوا إيد المعلم صح. إحنا عندنا معلمين ديعانون من أبسط مقومات الحياة صح. دي يستلم يعني أول تعيينة 600 أو أكثر شوية من 600 هذه إذا هو قاعد إيجار شي يطل الإيجار وشي يوكل أطفاله وبيش يعيش. الجندي أول ما يتعين يمكن مليون كل احترام من القوات العسكرية أي بس المعلم هو بس المعلم أهم هو اللي يخرج الجندي أي. هو اللي يخرج الضابط أي. هو اللي يخرج المهندس أي. احنا نريد التفاتة بسيطة زين التفاتة مناشدة مال سهم وصلها دربك أكيد مال المشرفين أكيد يعني بالنسبة للسادة المشرفين أي. يعني ليش لحد ما صار فيهم أكيد المفروض يعني نتمنى يعني هاي المناشدة توصل ونتمنى يصير بها فد التفاتة يعني تثبيت السادة. كم لي ست انصاف شنو موضوع المشرفين؟ والله استاذ يعني مثل ما نقول سلامي الى الوزير جماعة راحوا وفدوا يعني الرجال ما قصر يعني املهم خير قال لهم ان شاء الله احنا كمشرفين من 2019 ايه؟ مشرفين تربوي بس بتدوز المحافظة كلها المحافظة صلاح الدين لا العراق كامل ها يعني ايه لا يقول لك قسم ياخذون إيه بقية القسم المحافظات يستلمون مخصصات الإشرافية يعني هاي بس محافظة صلاح الدين مشرفين أستاذ يعني إحنا كصلاح الدين محرومين من المخصصات الإشرافية والتثبيت بس التثبيت يعني العراق بصورة عامة مشرفين العراق طيب هذه المديرية لها علاقة بالموضوع لو شغلة منين من الوزير الوزارة أستاذ إحنا إذا نثبت ناخذ مخصصات الإشراف الأمر منين؟ من الوزير يعني لازم الوزير يبت بالموضوع يعني إحنا يعني حسب مدير العام ما له علاقة لا ما له علاقة حسب ما سامعنا إنه سيادة الوزير شكل لجنة واللجنة سدت تشتغل زين إيه بس إحنا مثل ما نقول صار لك قد مشرفة ما تاخذ أنا من 2019 يعني صار لك 4 سنوات ما تاخذين فلوس 5 سنوات وهاي السادسة السادسة ما تاخذين إشراف إيه يعني المخصصات الإشرافية على اعتبار إنه إحنا مو مثل يعني من الحين هسه تشرفين على مدرسة من جيبك لا إيه من جيبي كامل من جيبي مع العلم أنا كنت مديرة مدرسة إيه يعني لو باقي مديرة أحسن إيه مديرة مدرسة فبعد ما صرنا مشرفين تقريبا 4 سنوات يعني حولونا من الإدارة إلى الإشراف 4 سنوات تقريبا إحنا بقينا آخر يعني بس السؤال أنا خلي أكون أنا مكان سؤال السيد الوزير يعني معقولة مدير صارت مشرفة تنتظر تثبيت هي شنو هي مديرة صارت مشرفة تثبيت على شنو هي ترقية صارت مشرفة من ضمن أكو نظام رواتب المشرف يأخذ مخصصات إشراف نعرفها صارت 30-40 سنة من قانون القبل والحد الآن المشرف تنصرف له مخصصات ما تنقل كان قبل أكو سيارات في التربية نعم. خصصوا كل المشرف يطلع ويا سايق هسه ماكو الطو ما النقل ما الروحة ما الجاية عطش
جاع من دا يروح كلها مخصصات لعد مشرف على شنو؟ مع العلم يعني احنا زياراتنا اكو عندنا مدارس تحت الجبل اكو عندنا مدارس مناطق نائيه حتى تاكسي ما يروح لها حتى تاكسي ما يروح لها يعني سليمان بيق اقل شيء يعني اذا بدنا اجر سياره 15 او 17 الف تودينا وترجعنا زياره اشرافيه باليوم واحنا ما يصير تربيه وتصرف ليش؟ لا استاذ ماكو يعني تقول انا رحت لا لا استاذ من جيبك؟ يعني اي من جيبنا اي من جيبنا زيارات يعني عندنا مناطق نائية عندنا قرى عندنا أرياف عندنا مناطق تحت الجبل إحنا كمشرفات إحنا نساء نروح نأجر سيارة ثلاثة أربعة نأجر سيارة 40-50-60 ألف نروح نكمل زيارتنا ونرجع مع العلم يعني مهام الإشراف إحنا كامل قائمين بها من زيارات من تحقيق من تحقق من دورات من صديق ناقد من تقييم خارجي يعني شنو مهام الإشراف إحنا كامل قائمين بها بس من توصل للمخصصات وللصرف لا انتم ما مثبتين الله يسعدكم فسيد الوزير يعني مشكور بشكل لجنه هسه يقولون لجنه تشتغل احنا مشكله بتشكل لجان مصيبه هاي لجنه لا لا وقعدت تشتغل ان شاء الله والله تقريبا يعني احنا دعنا نسمع الاخبار طيبه انه اللمسات الاخيره التثبيت والله كل لجان متشكله من 2003 ولحد ما وصلت حل بصراحة يعني هذا أقول لك إيه ده أقول لك مو بتخص التربية يعني وافد راح للوزير مشكور وعدهم خير واللجنة قالوا على أساس اللمسات الأخيرة إذا الله سهل يا الله اللمسات الأخيرة هاي قبل إيش قد اللجنة راحت مشكلة هسه اللجنة الوفد إيش وقت راح الوفد والله تقريبا قبل 3-4 أشهر هيك قبل 4 أشهر ولمسات أخيرة إيه قالوا وكملناها إن شاء الله شو تقول أستاذ هلا قبل 4 أشهر لمسات أخيرة أكل شيء إن شاء الله نتأمل خير خير إن شاء الله نتأمل خير نرجع على المنظمة هذه اللي صارت عندكم الدورة أو مثل نقول جلسة أكو وثيقة راح تصدر خاصة ما يعني شلون نقول لجمع المكونات بها عدة نقاط أو مواد إعلان العالمي لحقوق الإنسان على ما يلي فقرات تخص هذا الشيء يقول جميع الناس احرار ومساوين في الكرامه والحقوق وهم يعني هاي ضمن الشروط مال ضمن الشروط اللي متفق عليها كل جميع القوميات القوميات الموجوده القوميه اللي موجوده واحنا عندنا يعني هاي الجلسه نعم والجلسات السابقه يعني جلسات مشتركه استندتوا على مواد خاصه بحقوق الانسان تمام في منظمه الامم المتحده والمنظمات الاخرى فهاي النقاط يعني اتفقوا عليها كل القوميات يعني احنا ما عندي مثلا العربي من الدرجة الأولى والتركماني من الدرجة الثانية أو الكردي من الدرجة الثالثة احنا كليتنا عراقيين ونتعامل اكو فقرة يقول لكل فرد عراقي حرية الفكر والضمير والعقيدة بما انه انا اريد اعيش في قضاء طوز لازم اتقبل الآخر بفكرة وعقيدته مو احنا نحتاج الى حضرتك وافكار اخرين يعني شلون نقول نيره وجميله بان تاخذ مجالها وتاخذ قوتها في ان تتحرك على الناس الباقي هل هذا موجود موجود يعني انا عدة جلسات في قضاء طوز بمختلف القوميات وبمختلف الاجناس طيب يعني كثير من الناس ماده ايدها ان شاء الله يقول لك انا هاي ايد العطاء ويد الخير اعطيك اياها إن شاء ساعدني ان شاء الله انا اريد ابن السلام الأمهات بيناتهم شلون الصورة نفس الشيء إن شاء الله الحمد لله النسوان إحنا نقول النساء خاف يقول النسوان يزعلون النساء والله أستاذ نساء ورجال يعني مثل ما ذكرت أنت خلال الفترة اللي أنا فقدت زوجي بيها يعني أنا رحت وين سكنت ويا أهل زوجي جميل إيه على اعتبار أنا وحدي ولدي كبار بالكليات فبقى وياي ولد واحد صغير فرحت على بيت زوجي عشت يعني الجواري من هناك كانوا يجون يمي جميل يخابروني جميل وما يصير انت تعالي ارجعي نعم يعني مع العلم هم من غير قوميه ومن غير طائفه ومن غير شيء بالمنطقه اي نعم يريدون بالمنطقه ان شاء الله فالحمد لله التواصل موجود والمحبه الاحترام الحمد لله كلها متواجده نتمنى ان شاء الله يكون الخير يعم المدينه وتعايش السلمي شكرا جزيلا استاذ على حضورك ويانا استاذ شكرا استاذ صالح شكرا استاذ واشكر قناه صلاح الدين الفضائيه تفرحين في اليوم ان شاء الله ان شاء الله الحمد لله استاذ يعني رضيت مثل ما يقول الحمد لله لا اتمنى رب العالمين ان شاء الله يوصلك الى السعاده شكرا جزيلا تكرهوا شيئا وهو خير لكم شكراً. الحمد لله وشكرا شكرا جزيلا مشاهدي الاعزاء انتهت حلقه اليوم التقيكم وتكمله لحلقه اليوم اكيد في اسبوع الاخر
مع قومية أخرى من قضاة دول صرماتة. خليكم ويانا للقاء.